في إطار الاستعلام وحماية المواطن ممتلكاته، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلال من توقيف شخص يمتهن مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن المعني ليتم حجز 202 قفل حديدي بمفاتيح، 17 قصاصة صغيرة بها طلاسم، 4 علب كرتونية خاصة بالأقفال الحديدية عليها أسماء فتيات مجهولين، ليتم توجيه ضد المعني جنحة الاستهزاء بمعلوم من الدين مخالفة اتخاذ مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب. سيتم تقديم مشتبه فيه أمام السلطات القضائية فور الانتهاء من التحقيق. نذكر السادة المواطنين بضرورة تبليغ الاتصال عبر الخط الأخضر المجاني 1055 أو على البوابة الإلكترونية www.ppgn.amdn.dz.